أهلا وسهلا فيكم بمجموعة المحاضرات التعليمية الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في خدمة الزراعة. معكم خبير الزراعة الرقمية المهندس فادي مجاهد، وهذا هو الجزء الأول من سلسلة محاضرات بعنوان تقنيات المعلومات والاتصالات وأنظمة الإنذار المبكر. يعمل المزارعون في بيئة طبيعية مفتوحة تحمل في طياتها في معظم الأحيان عوامل الخير وسبل العيش لهم ولعائلاتهم، ولكن في بعض الأحيان تحمل هذه البيئة المخاطر التي قد تتسبب في إيذاء وربما تدمير سبل العيش للمزارعين. وبالتالي فإن حماية المزارعين من هذه المخاطر ودرئها والتخفيف من آثارها يعتبر من الأولويات في برامج التنمية الزراعية. لهذه المخاطر عدة أشكال، نذكر منها الآفات والأمراض والحشرات الفتاكة بالمزروعات والثروة الحيوانية والسمكية، والعوامل الجوية القاسية كالصقيع والحر الشديد والعواصف والجفاف وغيرها. من أهم الفعاليات المتخصصة بحماية المزارعين من هذه المخاطر البيئية عمليات الإنذار المبكر، التي تقوم من خلالها الجهات المتخصصة بإعلام المزارعين عن قرب وصول أحد هذه المخاطر إلى مناطقهم في الوقت المناسب، ليتاح لهم اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. في هذه المحاضرات سنستعرض أمثلة يتم فيها استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لبناء أنظمة إنذار مبكر لحماية المزارعين من الأخطار البيئية المختلفة. نبدأ أولاً مع حشرة خطيرة معروفة بأضرارها الكبيرة على الزراعة والمزارعين في جميع أنحاء العالم، إنها الجراد، ومثالنا اليوم عن الجراد الصحراوي وأنظمة الإنذار المبكر المتعلقة به. تكمن خطورة الجراد بأن سراب الجراد بإمكانه التهام طعام يكفي 35 ألف شخص في يوم واحد. ولتوضيح هذا الرقم، في حال كان مجموع مساحة أسراب الجراد مماثل لمساحة مدينة مثل باريس، فإنه يلتهم كمية طعام تكفي نصف سكان فرنسا في اليوم الواحد. وبالإضافة إلى أن الجراد يتحرك ضمن أسراب جماعية كبيرة بسرعة 20 كيلومتر في الساعة، ولذلك يعتبر انتشار الجراد الصحراوي تهديداً مباشراً للأمن الغذائي في 30 دولة بمساحة 16 مليون كيلومتر مربع كما يظهر في هذه الخريطة. تزداد خطورة هذه الآفة مع مشاكل التغير المناخي، حيث بدأ ينتشر في أوقات مختلفة عن المواسم المعتادة ويصيب مناطق جديدة لم تكن تحت خطر الإصابة من قبل. ومما يزيد من خطورة الجراد الصحراوي أنه يغير سلوكه وعاداته بشكل مفاجئ، مع أنه يمكن التنبؤ بتحركاته على المدى القصير عبر تحليل العوامل الجوية المحيطة بالمواقع الحالية لأسراب الجراد، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بتحركاته على المدى الطويل، وبالتالي يحتاج هذا التنبؤ لمراقبة ميدانية آنية لمناطق وجوده وتحليل معلومات المناطق الموجودة فيها وما حولها وبسرعة. بناء على هذه المعلومات يمكننا تحديد المواصفات التي يجب أن تتوافر في أي نظام نختاره للإنذار المبكر لتنبيه المزارعين عن انتشار الجراد. هذه المواصفات هي القدرة على تغطية مناطق واسعة للأماكن التي يشتبه فيها وجود الجراد لاكتشاف أسراب الجراد قبل بدء انتشارها، والقدرة على تمثيل أسراب الجراد وتحركاتها بشكل بياني لتسهيل فهم تحركاتها وسرعة التواصل بين الأطراف المعنية لنقل المعلومات وإرسال الإنذار في الوقت المناسب. والآن ما هي تقنيات المعلومات والاتصالات التي يمكن استخدامها في أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالجراد الصحراوي والتي تحقق المواصفات السابقة؟ لنتذكر دائما أن تقنيات المعلومات والاتصالات هي أدوات لتحقيق هدف معين، وأن استخدامها يجب أن يكون مرتبطاً بشكل وثيق بحاجات الجهات المعنية والفئة المستهدفة بشكل خاص. أولاً، الاكتشاف المبكر لأسراب الجراد. معظم تقنيات الأقمار الصناعية المتوفرة للأغراض المدنية والبيئية لا يمكنها اكتشاف أسراب الجراد، حيث أن تقنيات التصوير عالي الدقة التي نحتاجها لرؤية الجراد من الأقمار الصناعية متوفرة حصراً للأغراض العسكرية، وبالتالي يجب أن نبحث عن تقنيات أخرى بديلة للكشف عن أسراب الجراد في المناطق الواسعة. يوجد نوعان من التقنيات التي يمكن استخدامها في هذا المجال. التقنية الأولى هي الطائرات المسيرة أو طائرات الدرون،
وهي طائرات مجهزة بكاميرات دقيقة يمكننا التحكم بها من مركز إدارة محلية لإجراء عمليات مسح لمناطق واسعة، ومن ثم يمكن تحليل الصور الملتقطة للحصول على المعلومات المطلوبة. هذه التقنية دقيقة وتتطلب عدد قليل من الخبراء، ولكنها مكلفة ولا يمكن استخدامها في كثير من المناطق لأسباب أمنية. التقنية الثانية هي الفرق المحلية السيارة التي تسافر عبر المناطق الأكثر تعرضاً لغزو الجراد، وتجمع البيانات من صور ومقاطع فيديو وتفحص التربة للكشف عن آثار مرور الجراد. هذه الفرق تكون مزودة بالتقنيات اللازمة لهذه الأغراض، تشمل خرائط إلكترونية لسهولة التنقل عبر الأماكن الصحراوية التي قد تفتقد للطرقات، ولتحديد الأماكن التي يتعين معاينتها وجمع المعلومات منها. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج هذه الفرق إلى كاميرات دقيقة لالتقاط الصور وآليات التواصل التي تسمح لهم بنقل المعلومات مباشرة وبسرعة من المناطق النائية إلى مراكز الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى مراكزهم. تتم عمليات النقل في معظم الأحيان عبر الأجهزة المتصلة بالأقمار الصناعية للاتصالات، نظراً لغياب الشبكات الخليوية للاتصال في الكثير من المناطق الصحراوية أو النائية. عند استخدام كلتا التقنيتين السابقتين، الطائرات المسيرة أو الفرق الجوالة، تنتقل المعلومات التي تم جمعها إلى مراكز الإدارة، والتي تقوم بأعمال فرز المعلومات الميدانية الواردة وتحليلها وتمثيلها بطريقة الخرائط لتسهيل قراءتها وفهم التموضع الحالي للجراد وتنبؤ بتحركاته القادمة. وبالتالي تحتاج هذه المراكز إلى أدوات الخرائط الرقمية والتموضع الرقمي GPS، بالإضافة إلى خرائط متطورة للتنبؤ بالطقس لمحاولة التنبؤ بتحركاته على المدى القصير. ومؤخراً بدأ استخدام تقنيات متطورة للذكاء الصنعي لمحاولة التنبؤ بتحركات الجراد بطريقة أكثر دقة وعلى مدى أبعد. تقوم هذه المراكز المحلية بنقل المعلومات إلى مراكز وطنية وأقليمية، والتي تقوم بعمليات تحليل أعمق حيث تتشكل الصورة الأكبر لأماكن انتشار الجراد والطرق التي يسلكها. تتم عملية النقل هذه عبر شبكات الاتصال أو عبر الإقمار الصناعي. وفي المرحلة الأخيرة من عمل هذا النظام تأتي العملية التي تمثل الهدف الأساسي لنظام الإنذار المبكر، إرسال التنبيهات المناسبة للجهات المعنية من مزارعين ومؤسسات أهلية ومؤسسات حكومية، والتي تقوم بعمليات مكافحة الجراد على الأرض. وصول هذه المعلومات في الوقت المناسب وبوسيلة التواصل المناسبة هو عامل حاسم في تحديد الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمزروعات. يمكن إرسال هذه المعلومات بطرق متعددة، منها قنوات راديو وتلفزيون مخصصة، الرسائل الصوتية إلى أجهزة الموبايل، الرسائل القصيرة SMS، التنبيهات على تطبيقات الهواتف الذكية، أو خليط من هذه التقنيات. تدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نظاماً عالمياً يشمل جميع الدول المعرضة لغزو الجراد الصحراوي والمحددة في هذه الخريطة، ويسمى هذا النظام نظام خدمات معلومات الجراد الصحراوي DLIS، وتتم إدارة هذه المراكز من مقر المنظمة في إيطاليا. يرسل هذا المركز التنبيهات والإنذارات عن تحركات الجراد بشكل فوري، ويدير خريطة تحوي معلومات آنية عن تحرك أسراب الجراد، كما يعد تقارير شهرية لكل دولة عن أسراب الجراد التي انتشرت فيها واحتمالات انتشار الجراد فيها في الأشهر القادمة. هذه المعلومات التي يرسلها المركز مبنية على المعلومات التي يحصل عليها من المراكز الوطنية لمكافحة الجراد، والتي تنتشر عبر جميع الدول المعرضة لانتشار الجراد، وبدورها تحصل هذه المراكز على المعلومات من المراكز المحلية التي تدير فرق جوالة منتشرة في المناطق الصحراوية. هذه الفرق تنتشر للكشف عن أي تحرك بالجراد. طورت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نظاماً مخصصاً لعمل هذه الفرق يسمى لوكاس 2، ومن ثم تم تطويره بشكل أكبر ليصبح نظام لوكاس 3. نظام لوكاس 3 عبارة عن جهاز تابلت مصمم للعمل في البيئة القاسية، مزود بأدوات اتصال بالأقمار الصناعية والإنترنت للتمكن من العمل في الأماكن النائية. وعند تعذر الاتصال بالإنترنت بأي طريقة ممكنة، يمكن للجهاز تخزين المعلومات ليتم نقلها عند توفر الاتصال.
كما يتصل هذا الجهاز بالمراكز الإدارية عبر أنظمة الجي آي إس لتتبع عمل فرق الجوالة مركزياً ومعرفة أماكن وجود هذه الفرق آنياً. هذا الجهاز مزود بمكتبات إلكترونية وخرائط إلكترونية للمنطقة لمساعدة الخبراء في تتبع أماكن الجراد، كما يحوي خرائط ثلاثية الأبعاد 3D للكشف عن أماكن وجود النباتات الخضراء والتي تجتذب الجراد بشكل كبير. كما تم تزويده بكاميرات إضافية عالية الدقة لبث الصور ومقاطع الفيديو مباشرة إلى مراكز الإدارة. يحفظ نظام خدمة معلومات الجراد الصحراوي كل المعلومات التي تم تسجيلها في أرشيف ضخم يحوي كافة التفاصيل الزمانية والمكانية لتحرك أسراب الجراد ومواصفاته. هذه المعلومات يتم تزويدها لأنظمة ذكاء صنعي متقدمة لمساعدة في عمليات التنبؤ بتحرك الجراد مستقبلا، وبالتالي تحسين عمل هذه الخدمة مع مرور الزمن. ضمن هذا الإطار أود إيراد خبر قرأته مؤخراً عن تقنية إبداعية تستخدمها الحكومة الصينية لمكافحة الجراد، وهي وضع أسراب من البط في طريق انتشار الجراد، حيث يمكن للبطة الواحدة أن تأكل 200 جرادة يومياً، والعدد المطلوب لمكافحة الفعالة للجراد هو 100,000 بطة. هذه الطريقة هي من الطرق التي تحقق المكاسب على جميع الأصعدة، فمن جهة التقليل من استخدام المبيدات الكيميائية الضارة، ومن جهة أخرى تسميد الأراضي التي تمر فوقها أسراب البط طبيعياً بمخلفات البط، وأخيراً الحصول على لحم البط دون بذل أي مال لإطعامه. انتهينا في هذه المحاضرة من عرض أحد أنواع تطبيقات الزراعة الرقمية للإنذار المبكر الخاصة بمكافحة الجراد الصحراوي وحلول تقنيات المعلومات والاتصالات المناسبة لها. في المحاضرة التالية من هذه السلسلة التعليمية سنناقش تطبيق آخر للزراعة الرقمية والإنذار المبكر، الرابط موجود في أسفل الفيديو. شكراً لمشاهدتكم ودمتم بألف خير.